لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين. ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وألحقنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الظاهر والباطن، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة على خير حال يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. تكملة ما ورد في باب الفتوة. والفتوة عند الصوفية بمعنى الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار أن تؤثر غيرك إذا كان بما زاد عن حاجتك، فهو أمر مطلوب لكل مسلم. أما الصوفية فزادوا في ذلك واجتهدوا، فكانوا يؤثرون على أنفسهم ما يحتاجونه، فكانوا يعطون السائل ما يحتاجه. وقد سمعت في قصة سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهم وأرضاهم، ونفعنا الله بهم وبذريتهم وبجدهم صلى الله عليه وسلم، أنهم صام 3 أيام متتالية، وفي كل يوم يأتي سائل عند الإفطار، وليس لديهم إلا ما يفطرون عليه، فيؤثرون السائل مع عدم وجود ما يفطرون عليه غير ما أمامهم، وينوون الصيام ليوم الثالث. على هذا متواصل، تواصلوا 3 أيام، فجاء في الأول مسكين ويتيم وأسير، فنزلت الآيات في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من أين أتوا بمثل هذا الفعل؟ أنهم يؤثرون على غيرهم ما يحتاجونه، من تربية نبينا له، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب أعلى مقام في الفتوة. صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة صعبة لكل من طالع سيرته صلى الله عليه وسلم، وكانت له دعوات مستجابة ادخرها لأمته ولم يدخرها لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم كل الأنبياء وأولو العزم يقولون نفسي نفسي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. فدل على أن الإيثار بما زاد عن الحاجة هو مطلوب لكل المسلمين، أما خواص المسلمين فيؤثرون غيرهم بحاجته، فإن كان عنده حاجته وهناك محتاج يعطي المحتاج حاجته. أما المسلم العادي اللي هم عوام أصحاب اليمين يعطي ما زاد، فهذا من الأخلاق العزائم، من عزائم الأخلاق التي لم يفرضها الله على عباده تيسيرا عليهم، ولكن فعلها عباد الله الذين تحققوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيثارا رضي الله عنهم وأرضاهم الناس على أنفسهم. والله سبحانه وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، والخلق عيال الله، وخيركم عندي خيركم لعيالي. فالصوفية تجد قصص كثيرة سوف نقرأها اليوم تبين لك كيف كانوا يفعلون مثل هذه الأشياء، متحققين بحقائق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الجنيد: الفتوة كف الأذى وبذل الندى. كف الأذى يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه، يعني أقل
وأشمل تعريف لكل المسلمين خواصهم وعوامهم، أن يكف أذى عن الناس، كف الأذى، ثم بعد ذلك بذل الندى. بذل الندى اللي هو احنا المصريين نقول ايه، العوام يقول لك الجودة بالموجودة، مش كده المصريين حتى في أرياف مصر، يعني الجود بالموجود، هو ده بذل الندى، الجود بالموجود. طالما حاجة عندك ما تحكبهاش عن الناس، طالما ربنا اعطاك، مش يبقى عندك في الدولاب وتقول له تعتذر، ويبقى عندك في البيت وتقول تعتذر وهو يسأله، لا، طالما موجود تبذله. هذا هو خلق الفتوة كما بينه سيدنا الجنيد. وقال سهل بن عبد الله التستري: الفتوة اتباع السنة. اتباع السنة يعني التخلق بأخلاق النبي، هو اتباع السنة، أخلاق النبي هكذا، كان يعطي من حرمه، يصل من قطعه، يعفو عن من ظلمه، ودي من أثر فتوته صلى الله عليه وسلم، لأنه يعتبر أن الخلق هم مظاهر الحق، فسبحانه الذي ظهر في المظاهر. افهم هذا المعنى، ظهر في المظاهر، ولا تفهم في بمعنى الحلول، لا، ولكن بمعنى التجلي، فقد ظهر سبحانه وتعالى في مظاهر تجلياته في خلقه. فإذا كانوا الخلق مظاهر الحق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس كأنه يتعامل مع الله، فلا يحقد على أحد، ولا ينتقم من أحد، ولا يحرص على الانتصار من أحد، ولكن كان يتعامل مع الله وبالله وفلاه، هكذا كان أمره صلى الله عليه وسلم. فالفتوة هي اتباع سنة النبي سلوكا وأدبا مع الناس. وقيل الفتوة، تملي الفتوة خلق متعدي، يعني خلق يظهر أثره في الناس، من الإنسان إلى الناس. هناك أخلاق غير متعدية خاصة بصاحبها، وهناك أخلاق متعدية، فالفتوة خلق متعدي. عن إذنكم معلش لحظة. أيوة، وعليكم السلام. وقيل الفتوة الوفاء والحفاظ، يعني مثلا نقول الأخلاق، الإخلاص ده خلق غير متعدي، فليه خاص بالعبد سر بينه وبين ربه، الصدق ده سر بين العبد وربه. فهناك أخلاق للصوفية تجدها غير متعدية، يعني خاصة بالإنسان بينه وبين ربه، وهناك أخلاق متعدية يعني يظهر أثرها في التعامل والسلوك مع الناس كالفتوة. وقيل الفتوة الوفاء والحفاظ، الوفاء بعهد الله، بحق الله في عباده. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. مرضت ولم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، أما لو عدته لوجدتني عنده. يبقى الوفاء بحق الله في خلقه، فالله له حقوق في خلقه، هو رحيم بهم فلا بد أن ترحمهم، هو لطيف بهم فلا بد أن تلطف بهم، هو ودود فلا بد أن تتودد إليهم، هو ستار يستر عيوبهم ويغفر ذنوبهم ويعفو عن مسيئهم، فلا بد أن تعاملهم هكذا، لأن ده عهد بين الله وبين وليه، أن يعامل خلقه كما يحب أن يعامله الله. فهذا هو معنى الوفاء. والحفاظ، أي الحفاظ على حدود الله فلا يتعداها فيؤذي الناس. وقيل الفتوة فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها، يعني الفتوة هو خلق أو فضيلة تفعله ولا ترى لنفسك فضل في فعله، بل الفضل لله. تأتيها أي تفعلها ولا ترى نفسك فيها، أي لا ترى نفسك متفضلا بها. فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها، يعني تجود بما عندك ولا ترى أنك تجود، بل الذي يجود هو الله. أنت ما أنت إلا وعاء، فهل للوعاء فضل على ما فيه؟ أنت وعاء لنعمة الله، جاء الناس أخذوا النعمة من الوعاء، فهل يتعالى الوعاء
على الناس ويقول أعطيتكم، صاحب النعمة هو الذي يقول أعطيتكم، ما أنت إلا وعاء، إناء وضعك الله سبحانه وتعالى وجعلك إناء يجتمع عندك الناس لأخذ العطاء من هذا الإناء، فيكفيك كرما أن جعلك إناء ممتلئا ولم يجعلك إناء مكسورا يهان أو إناء فارغا لا يؤبه به. وقيل الفتوة ألا تهرب إذا أقبل السائل، يعني تتعرض للسائلين، يعني مش تتجنب أحياء الفقراء أو تتجنب الفقير، لا ده أنت تتعرض له، يعني تتعمد تسير في الشارع الذي يسير فيه، تتعمد أن تنزل في الوقت الذي ينزل فيه، تتعمد أن تجلس في المكان الذي يجلس فيه حتى يجدك إذا احتاج شيء، لا يبحث عنك، يعني لا تتركه حتى يبحث عنك فيسألك، بل تكون أمامه. وقيل ألا تحتجب من القاصدين، بمعنى نفس المعنى. وقيل ألا تدخر ولا تعتذر، لا تدخر ولا تعتذر، يعني لما يجي يسألك تعطي مما عندك، وإذا سألك لا تعتذر، اجتهد واقضي حاجته، إن لم تجد عندك فاسأل غيرك له. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه الفقراء من الصحابة ويجد عليهم أثر الفقر وليس عنده في بيته شيء، يحث الناس ويسأل الناس أن يعطوهم، فكان يجتهد ويعطيهم صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل الناس لا لنفسه بل للناس، فيسأل الناس للناس صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاءك لقضاء حاجته وأنت لا تستطيع قضائها وليس عندك، فلا أقل من أن تعينه على قضائها بأن تتشفع عند من عنده الحاجة ليعطيه إياه. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سائل ولم يكن عنده شيء، قال لا أجد ما أعطيك إلا أني أقول لك اذهب إلى السوق واتع ما شئت وقل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي أخلاق الفتوة، أخلاق النبوة، هذه هي المعنى الذي قال فيه سيدنا عبد الله التستري في الفتوة، هي اتباع السنة، هي دي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لإنسان لا قط أبدا، ولولا تشهده لكانت له نعم، يعني لم يقل لا قط إلا في تشهده، لما بيقول لا إله إلا الله ولولا تشهده لكانت لاؤه نعم، فكان حتى منعه عطاء صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل كل دي معاني في الفتوة، كل بيبين معناه على حسب يعني سلوكه فيها وعلى حسب فهمه له، إظهار النعمة وإصرار المحنة، يعني تبين انك انت عندك كل حاجة وانت محلتكش حاجة، فتقوم كل الناس تلجأ ليك وتظن انك انت من اغنى الخلق وانت يمكن مش لاقي تاكل بقالك يومين، ادي معنى اظهار النعمة، لانك متعزز بربك مستغني به عما سواه، واصرار المحنة، فلا يشعر الناس بما بينك وبين ربك من ابتلاء لك حتى لا تشتكي ربك للناس، ادي معنى الفتوة. صحيح مش يقول لك سيبنا فضفض، بتفضفض لمين؟ يشتكي ربه يعني؟ مش العوام يقول لك كده سيبني افضفض، يمكن ما يفهمهاش غير المصريين الحكايه دي، يعني يشتكي، يفضفض يعني يشتكي، يعني يفيض ايه ما فيه من محن على لسانه فيشتكي، كانه يشتكي ربه لخلقه، وهذا لا يلي، يشتكي ربه لخلقه. وعشان كده يقول لك اظهار النعمه واصرار المحنه، كل الناس تظن انك انت مستغن فلا يعطيك الناس شيء، يقول لك ده من اغنى الخلق عنده كل حاجة وانت لا تملك شيء، فتلجأ الناس اليك وانت لا تلجأ له. وقيل ان تدعو، معنى اخر للفتوة ان تدعو 10 انفس فلا تتغير ان جاء 9 او 11، انت ما تعمل عزومة تيجي تعزمني مثلا وبعدين ايه تقول لي هات معاك 10 وتربط بقى طعام وتتفق في البيت وتشتري وتعمل وشغلانة وطبيخ من الصبح، وبعدين يجي بعد العصر يجي لك تليفون نتصل بيك نعتذر، تقوم تتغير وتزعل. ليه؟ لان انت عايز تشوف اثر النعمة اللي انت عملتها دي في دول بالذات اللي ياكلوها، لان اللي انت عملته ده ليه حجم في قلبك، لان الدنيا ليها حجم في قلبك، لكن لو الدنيا ملهاش حجم في قلبك
خلاص تقبل العذر والطعام اللي عملته تأكله لأي حد. حلو أوي مصلحة، عندنا أكل كتير، أكل الجيران، وزع على شوية الجيران، اعزم جيرانك، اعزم الناس اللي ماشيين في الشارع، وأنت بتصلي في الجامع بعد العصر هات الجماعة اللي بيصلوا معاك تعالوا كلوا يا جماعة، إحنا كنا عاملين أكل والناس اعتذرت، تعالوا كلوا، لأن أنت عامل أصلا تطعم خلق الله، وخلق الله كلهم عندك سواء. أدي معنى كلام الناس. أو مثلا فوجئت أنت عازم 10 بصيت لقيت جاي معاهم 20. يا سيدي ما يجراش حاجة، ولا تنقبض ولا تزعل. معاك فلوس زود الأكل، معاكش والله تعامل وحدك في الاثنين. وإحنا قايلين الجود بالموجود، مش كده برضه؟ فما تتغيرش. سواء قالوا زادوا جم ما جوش ما يهمنيش، مش يقول لك يجي ما يجيش ما يهمنيش، بيقولوها أغنية كده في الأرياف. أهو دي معناها، يجي ما يجيش ما يهمنيش، ليه؟ لأن أنا بعملها لله. افهم المعاني دي. وقيل الفتوة ترك التمييز، يعني ترك التمييز في إجراء الكرم على الناس. معلش أنا هضطر أرد على كل تليفون. يا ربي يا كريم. الفتوة ترك التمييز في العطاء، يعني أنت هيجي لك واحد لئيم يسألك اديله، واحد سخيف يسألك اديله، واحد كريم يسألك اديله، واحد لطيف بيسألك اديله، ما تميز تقول لا لا ده ما يستاهلش، انا عارف مين اللي يستاهل. عارف ايه ولا مش عارف؟ ما ربك بيديله، يعني ما يستاهلش عندك انت؟ ما هو ده عبد ربك، وهو برضه هو اللي بياكله ويطعمه. وعرفت انت قصة سيدنا ابراهيم مع الرجل المجوسي لما طلب من سيدنا ابراهيم انه يستضيفه، سيدنا ابراهيم شرط عليه ان يسلم، فراح الراجل قال له انت علشان هتستضيفني عشان لقمه تغير لي ديني؟ راح ماشي. فربك عاتب سيدنا ابراهيم وقال له اطعمه 60 عاما، وانت كترت عليك لقمه تغير دين الراجل على لقمه؟ ما تاكله وسيبه لربه. فسيدنا ابراهيم طلع يدور عليه واعتذر له، فالراجل ايه لما عرف الحكايه دي اسلم وحسن اسلام. لان ربك سبحانه وتعالى في الدنيا، انت مش شايف الدنيا كده؟ بص حواليك تلاقي الكافر بياكل والكلب بياكل والحيوانات بتاكل والعصافير بتشرب وبتاكل وانت بتاكل وكل الناس بتاكل وعايشه مبسوطين كله واخد. هو لما بيجي الريح بتعدي والهواء اللي الناس بتتنفسه ده بيميز بين انف المؤمن وانف الكافر وانف الكلب وانف كله ما بلا تمييز. ربك بيعطي بلا تمييز، يبقى انت تعطي بلا تمييز. افهم، فهمت بقى المساله؟ ما تقعدش تميز لي بقى الحكايه. بل الاسلام انتشر بهذا الخلق لما وجدوا ان المسلمين كده، يعني بيعطوا عطاء بلا تمييز، يعاملوا الناس كده للرحمه. الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض، قال لك ارحم المؤمن، قال لك ارحم المسلم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مسلسل الرحمه المشهور، الحديث الذي اخذناه عن مشايخنا بالمسلسل نجيزكم به، اجازونا مشايخنا به فنجيزكم به، اسمه مسلسل ايه؟ الرحمه. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وفي روايه يرحمكم بضم الميم على الخبريه. فالفتوه يا سيدي ترك التمييز، مش انت تقول يا ساتر ده راجل لئيم، ده ياخد ده ما يستاهلش حاجه ابدا. يبقى انت بقى بتدي للكريم لكرمه مش لله، وبتدي للطيف للطفه مش لله، وبتدي للظريف لظرفه مش لله، وبتمنع اللئيم للؤم. يبقى انت بتعمل للخلق، تبقى انت امعه، تبقى انت امعه باميه ماشي بتتامع، مش البميه تلاقيها متامعه مش كده برضو؟ يبقى ماشي بتتامع، يبقى ما يلاقش، يبقى بتدي بتعامل الخلق للخلق. لا، عامل الخلق لله. فاذا عملت الخلق لله تترك التمييز بقى، كما ان الله سبحانه وتعالى لا يميز بين خلقه في العطاء. فرعون مش كان بياكل ويشرب، وسيدنا موسى كان بياكل ويشرب؟ ولا كان سيدنا موسى بياكل ويشرب وفرعون جعان؟ ممكن كان شبعان اكتر من سيدنا موسى، مش كده برضو؟ يبقى لا تميز. ادي معنى الفتوة عند الصوفية. لكن لما تيجي تقعد مع علماء الظاهر يقول لك لا امنع خيرك من غير دينك، وهو بقى ويتنطط على المنبر كده ويطلع الايه العيال الشباب اللي قاعدين يسمعوا الخطبة عايزين يقطعوا الناس بره في الشارع. ليه يعني؟ الحكاية رحمة. والاسلام ما انتشرش ابدا بالعنف، ولم ينتشر بسوء الخلق، ولم ينتشر بالجفا ولا الجفاء، ده انتشر الاسلام بالرحمه وبالمعامله الحسنه. وتجد سبب اسلام كثير من الناس
ما كانش الضغط ابدا، ما حدش ابدا دخل الاسلام بالضغط ابدا. هم قبلوا حكم الاسلام وكانوا غير مسلمين، ومع التعامل مع المسلمين دخلوا في الاسلام بالتدريج. هو دي الحقيقه. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، قال احمد بن قدرويه لامراته ام علي، شوف بقى ستات زمان يا سيدي، اريد ان اتخذ دعوه ادعو فيها عيارا شاطرا كان في بلدهم راس الفتيان. عيار ده اسم من اسماء الاسد، يعني شجاع، يعني راجل عندهم معروف بالشجاعه ومعروف بالفتوه والعطاء، يعني راجل من اكرم اهل بلدي كويس. فهو بيقول انا عايز ايه، اعزم الراجل ده، بيقول لامراته. فقالت امراته انك لا تهتدي الى دعوه الفتيان، يعني اذا كنت انت اصلا ما تعرفش ايه تعمل حاجه في اهل الفتوه دول، اهل العطاء دول، هتقوم تجيب لي راسهم عمدتهم؟ هتروح في فين ده؟ فقال لابد، لازم. فقالت ان فعلت، اذا كان ولا بد بقى هتعمل، فاذبح الاغنام والبقر والحمر والقيها من باب دار الرجل الى باب دارك. شفت بقى ايه شغل الستات؟ مش بخله، طلعت هي اخرى من اهل الفتوه. فاذبح الاغنام والبقر والحمر والقيها من باب دار الرجل الى باب دارك، عشان كل الناس كمان تاكل معاه، كل البلد تاكل معاه، لان ده اصلا اهل فتوه، مش هيجي يقبل ياكل لوحده. هتدعوه مش هيقبل الا لما كل الناس تاكل معاه، لان هو ما بياكلش الا لما ياكل كل الناس. فعامله بمثله بالطريقه اللي تريحه. فقال اما الاغنام والبقر فاعلم، فما بال الحمر واحنا بناكل حمير؟ فقالت تدعو فتى الى دارك فلا اقل من ان يكون لكلاب المحله خير. يبقى الحمر لكلاب المحله والاغنام والابقار لاهل المحل من الناس. شوف انت ستات زمان، بس ستات الاولياء دول، زوجات الاولياء دول، يعني الطيبون للطيبات. كان في بعض الاولياء كان زوجاتهم برضو ايه يعني صعبين وبخله. يحكى عن سيدي عبد العزيز الدريني رحمه الله، من درين، من بلد هنا في مصر اسمها درين، وكان ليه في القصر العيني يعني مكان كده يعبد ربه فيه خلوه، وعاملين له فيها ضريح شاهد، لكن هو مدفون في بلد درين، بس معمول شاهد كده جوه القصر العيني دلوقتي حتى، اللي هي كليه الطب. فيروى عن سيدي عبد العزيز الدرين دي انه جاله ضيف وكانت مراته مش موجوده في السوق، فراح مسك فرخه ولا بتاع طائر عنده ذبحه ونضفه وحطه في الميه يتسلق علشان يكرم ضيف. جت مراته كانت سيئه الخلق وسليطه اللسان وعندها شويه بخل. قال اخويا ازاي هتخرب البيت والغيط واحنا لاقيين ناكل الشغلانه دي؟ هو مكسوف من ايه؟ من الضيف اللي جوه هيسمع صوتها عالي والراجل قاعد جوه. فراح ايه؟ عمل ايه؟ في الحله وهي بتغلي، هش هش، راح طالع الفرخه وهي طلعت ظهرت جريت. يروى انها من كراماته يعني. اه ربنا بيحيي الموتى يا سيدي لامة النبي، فما بالك النبي يعني صلى الله عليه وسلم، دي من كراماته. فبيقول لك كان سبب ايه؟ سبب انها تابت يعني الى الله. كانوا تلامذته يقولوا له ما تطلعها يا سيدي عبد العزيز، وهي كانت تجي له في المسجد وهو قاعد يدي الدرس كده، وتروح واقفه كده ورا الدرس وتشتمه قدام الناس. جاي قاعد هنا عامل لي شيخ وانت راجل مدهول ومش عارف تعمل ايه كده قدام الناس. ده حاجه طبعا بايخه. والناس تشتكيه، تقول له ما تطلعها واخلص منها. يقول ايه؟ يقول اخاف ان اطلقها فيتزوج غيري فتفتنه عن ديني، انا ماسكها عن الرجال. ده لما تروح لواحد تكفره، ادي احنا مستحملينها. فكان صبره عليها كان سبب ولايته، يعني من اسباب ولايته. لكن ساعه ما شافت الفرخه نطت تابت الى الله بقى وانابت بعد كده. فيعني مش شرط يعني انك انت يبقى لازم الولي تبقى زوجته يعني بالحلاوه دي، زي ما بتقول له تذبح وتعمل. لا، في بعض الاولياء يكون مبتلى برضه، ما فيهاش مشكله يعني. وقيل اتخذ بعضهم دعوه وفيهم شيخ شيرازي، يعني بعض الصوفيه الناس الصالحين دعاهم انسان على طعام وكان معاهم شيخ من شيراز،
فلما اكلوا وقع عليهم النوم في حال السماع. كانوا يحزمهم ياكلوا، وبعد ما ياكلوا يقف واحد كده يقول شويه اشعار مديح كده ولا حاجه على ما يشربوا الشاي ولا حاجه ويمشوا. فهم بيسمعوا بصوا لقوا كلهم ناموا. فقال الشيخ الشيرازي لصاحب الدعوه: ما السبب في نومنا؟ فقال: لا ادري. قال له: احنا ما بننامش، اكيد احنا اكلنا حاجه غلط، اكلنا اكل غلط النهارده، يبقى ربك بديهم علامات كده واضحه. فقال: لا ادري، اجتهدت في جميع ما اطعمتكم الا الباذنجان فلم اسال عليه. يعني كل حاجه جبتها لكم تاكلوها كنت سائل عن مصدرها حلال 100% جبتها الا الباذنجان، وانا جاي مستعجل اشتريته من عند راجل بسرعه كده من غير ما اساله جابه منين، هو ده الباذنجان ده. فلما اصبحوا سال بائع الباذنجان فقال، فبيقولوا له: انت جبت الباذنجان بتاعك اللي اشتريناه امبارح ده من منين؟ فقال: لم يكن لي شيء، ما كانش عندي اي راس مال، فسرقته من جنب غيط كده وجبته وبعته. فسرقت الباذنجان من الموضع الفلاني وبعته، فحملوه راحوا مكتفين الراجل وخدوه على صاحب الارض بتاع الباذنجان عشان ايه؟ يعني يستسمحوه. فحملوه الى صاحب الارض ليجعله في حل. فقال الرجل: تسألون مني ألف باذنجانة؟ بقى أنتوا عايزين مني ألف باذنجانة؟ أنا بقى يعني بالحقارة دي إن أنا يعني مش هسامح في ألف باذنجانة؟ قد وهبته تلك الأرض، ووهبته ثورين وحمارا، وآلة الحرث لئلا يعود إلى مثل ما فعل. طلع فتوة، طلع الراجل صاحب الأرض فتوة كبير، وهم مش واخدين بالهم. يعني صاحب الأرض بتاع الباذنجان ده طلع راجل إيه؟ من الفتيان. اللي هو يعطي بقى بلا عطاء من لا يخشى الفقر. قال لهم: واحنا برضو بتوع اننا ندي البتنجان ده، احنا نديله الارض اللي بتطلع البتنجان، ونديله كمان ثورين وآلة حرث يزرعها ويقلعها عشان يحرى بعد كده يحتاج فيسرق. وقيل تزوج رجل بامرأة، فقبل الدخول ظهر بالمرأة الجدري. الجدري ده بيعمل كده فسافيس في الجسم كله بالذات الوجه، وبعد ما تخف الفسافيس دي تخلي الوجه منقر نقر نقر نقر. بس الحمد لله الوقت انقرض، يعني بقى نادر الحدوث لانه بقى فيه تطعيم للجدري ده. المهم هي مراته دي لسه خطيبها مسكينه جالها الجدري، معناها هتتشوه، هيبقى بشرتها كلها مشوهه. فقال الرجل، فعمل نفسه انه عمي علشان ما يأذيهاش انها يشوفها مشوهه، مش يفسخ الخطوبه ويروح يتجوز غيرها، لا ما عندهمش النداله دي، ما عندوش الندالة دي. فقال الرجل: اشتكت عيني. وبعد ما اشتكت عينه بعد يومين قال لها: ده انا عميت خالص، انا مش شايف. ثم قال: عميت. فزفت الي المرأة. الست بقى قالت: الحمد لله، بدل ما يشوفني مشوهة ده جت من عند ربنا. فمشيت الامور ومشيت الجوازة. فزفت الي المرأة ثم ماتت بعد 20 سنة. ففتح الرجل عينيه فقيل له في ذلك، قالوا له: انت مش اعمى؟ بعد 20 سنة بقى ماشي في بيته على انه ايه شايف كل حاجه. ففتح الرجل عينيه فقيل له في ذلك، فقال: لم اعمى ولكن تعاميت حذار ان تحزن. فقيل له: سبقت الفتيان. يعني دي نوع من الفتوه، انك انت لا تؤذي غيرك، لا تؤذي غيرك. زي برضو القصه اللي احنا قلناها لك، الولي من الاولياء اللي كان حاتم الاصم. سموه الاصم ليه؟ هو ما كانش اطرش. سيدنا حاتم الاصم جايه له واحده ست تساله في فتيه، فخرج منها ريح لي صوت، فاحرجت قوي الست. فهو ايه لما بتساله لا ايه بتقولي ايه، عمل نفسه يعني ايه سمعه تقيل قوي كانه ما سمعش يعني. فايه اشتهر بحاتم الاصم عشان ما يؤذيهاش، يعني ان هو سمع منها ما يؤذيها، فاشتهر بحاتم الاصم. دي برضه فتوه، مش انت تحاول ايه تتجسس على الناس وعشان تعرف عوراتهم وبعدين بعد كده تكسر عينهم وتقول لا انت هتعمل كذا ولا فضيحك، وتعمل له شرايط وتبيع وتشتري فيه وشغلان. دلوقتي كمان ايه ده، ساعات كمان يولف له صور بالفيديو وهي مش صوره. دلوقتي في برامج على الكمبيوتر ياخد صوره وشك بس ويحطها على اي جسم في الدنيا، ويخليك في اوضاع غريبه الشكل ومع ستات وماشي مش عارف ايه وانت اصلا ما تعرفش، ويعمل لك كده كل ده برنامج على ويعملوا شريط فيديو ويذيعه في CNN، ولدرجه ان اللي يولفه الصوت ممكن يعمل خطبه بصوتك وانت ما قلتهاش. عشان كده انا بعتقد كل خطب بن لادن معموله بالطريقه دي.
كل خطب ابن لادن انا اعتقد انها معموله بالطريقه دي، يثير الناس ويجد مسوغ امام الراي العام الامريكان لضرب المسلمين واستمرار ضرب المسلمين، فيجيبوا صوره على الكمبيوتر ويجيبوا صوت، نغمه صوته، نبره صوته، وطريقه القائه، ويغذيها بكلمات مع برنامج تطلع خطبه، ويحرك شفايفه كانه هو اللي بيقولها، ويقول لك ده انا البيان التالي من ابن لادن، وهو ما قالش حاجه. ابن لادن الله اعلم فيه، هل هو عايش ولا مش موجود ولا موجود ولا ايه الحكايه بالظبط، مش معروف. فربنا ينجينا يا سيدي من الفضايح. وقال ذو النون المصري: من اراد الظرف، الظرف بمعنى الفتوه. ما هو انت في مصر تقول للبني ادم ده ظريف ليه؟ يعني ما تشبعش من عشرته، دي معناها ظريف، وتملي لخلقه فتوه تلاقيك نفسك يعني ما تشبعش من عشرته، لان ما بيطلبش منك حاجه وما بيكلفكش حاجه وبيقضي لك كل حاجه، ده يبقى لقطه مش كده برضو، ده يبقى يعني غنيمه. وعلشان كده يقول من ايه، من اراد الظرف فعليه بسقاط الماء ببغداد. ده سيدنا ذنون المصري. سلام. وقال ذنون المصري: من اراد الظرف فعليه بسقاط الماء ببغداد. لو عايز حد يتعلم الفتوه صحيح يروح يتعلمها من السقه بتاع بغداد اللي بيسقي الناس في الشارع. فقيل له: كيف هو، يعني حالهم ايه؟ فقال: لما حملت الى الخليفه فيما نسب الي من الزندقه. فملك كان الصوفيه يقولوا كلام يبقوا ايه الناس علماء الظاهر يفهموا غلط، يقولوا ده زنديق ويقبضوا عليه ويكتفوه ويشيلوه على الخليفه، وبعدين في الاخر عند الخليفه يجي يحقق معاه ويجيب ناس، يطلع انه راجل صالح يعتذر له ويسيبه. فبيقول: لما ايه قبضوا عليه فيما نسب الي من الزندقة، رأيت السقاء عليه عمامة وهو متردد بمنديل مصري. اي حاجة حلوة يقولوا عليها مصر، كانوا زمان كده، حتى لدرجة ان الشوام يقولوا على الفلوس ايه، مصاري، اللي هي اصل الغنى، لكن عمار يا مصر الحمد لله. لكن من ساعة ما غرق الجنيه المصري فما بقتش الحكاية كده، لكن المهم بيقولوا هو متردد بمنديل مصري، يعني منديل فخم شيك اخر حلاوه يعني، وبيده كيزان خزف رقاق، وماسك بقى كوبايات اخر نظافه، يعني كانه سقاء الملك وهو ماشي بيسقي الناس اللي عاملين في الشارع. يعني ده اكرام لخلق الله، دليل ان هو اكرام لخلق الله، ان طالما هيسقيهم لابس لهم احسن لبس، ومذوق نفسه احسن ذواق، ومنظف الحاجه اللي هيسقيهم فيها احسن تنظيف، وجايبهم احسن انيه، اكرام لخلق الله، مع انه راح يسقي العوام في السوق وهو ماشي شاف الراجل ده افتكره ايه، سقاء الخليفه من حلاوته يعني وشكله وشياكته. فقلت: هذا ساقي السلطان اكيد. فقالوا: لا، هذا ساقي العامه. وانت شفت حاجه، امال ساقي السلطان يبقى ايه؟ ده العامه كده. عشان كده اللي كان عايز ايه يستمتع بحياته يقولوا له ايه، انت هتتبغدد، تتبغدد يعني عيش في بغداد، يعني من كتر ايه المتعه الحياه كانت فيها، فيقول لك ده عايش حياه مبغدده، ادي اصلها جايه من هنا، لان بغداد كانت يعني مليانه خيرات. فبيقول ايه: فاخذت الكوز وشربت. خدوا من الكوز وشرب. وقلت لمن معي، كان في واحد ماشي مرافق معاه وهم شايلين ودينه للسلطان من حبايبه، اعطيه دينارا اكراما لي. يعني شوف محبوس وبيكرم، يعني كان زمان اما يشرب كوبايه زي دي يدي نص درهم، لا ده اديله دينار، يعني قد 20 درهم ولا حاجه. وقلت لمن معي: اعطيه دينارا. زي انت دلوقتي بتشرب مثلا من السقاه تروح مديله مثلا ورقه ب 100 جنيه. لا، وبتديها له امتى؟ وانت مقبوض عليك. فما بالك لو كنت في حريتك كنت هتدي له ايه؟ فشوف برضه ايه فتوه سيدنا ذنون المصري، يعني فتوه برضه عاليه. وقلت لمن معي: اعطيه دينارا. فالراجل لم ياخذه. وقال: انت اسير وليس من الفتوه ان اخذ منك شيئا، وانت كده مقبوض عليك. فما رضاش ياخدها بالرغم انه مبلغ كبير. ايوه. فقال: اللي عايز يتعلم الفتوه يروح للراجل السقاء ده يتعلم منه الفتوه. صحيح. فهمت بقى المعنى؟ وقيل: ليس من الفتوه ان تربح على صديقك. قاله بعض اصدقائنا رحمه الله تعالى. وكان فتى يسمى احمد بن سهل التاجر، وقد اشتريت منه خرقه بياض، فأخذ الثمن رأس ماله. فقلت له: ألا تأخذ ربحا؟ يعني اشترى منه حتة قماش فخد منه ثمنها بالظبط زي ما كان شاريها من تاجر الجملة. فقلت له: ألا تأخذ ربحا؟ هو أصلا تاجر.
فقال أما الثمن فأخذه ولا أحملك منة ولا أحملك منة، عشان ما بقاش منيت عليك، اديني بس اللي دفعته، لأنه ليس له من الخطر ما أتخلق به معك، لأن المبلغ ده ضئيل ما يستاهلش منته، لكن لو كان حاجة تستاهل كنت اديتها لك. يعني دليل انه استحقر حتى ايه ما يعطيه له لكرامته عنده، لانه ليس له من الخطر ما اتخلق به معك، ولكن لا اخذ الربح، اذ ليس من الفتوة ان تربح على صديقك. شفت الجمال ده؟ انت الوقت يبقى مش تاجر ولا حاجة وتقول له خد 10 جنيه هات لي الكتاب ده من بره في الازهر، وهو الكتاب بره انت عارفه ب10 جنيه، لكن هو عارف بقى مكتبة بتبيعه بايه ب8 جنيه، يروح جايب من المكتبة ب8 جنيه وحط ال2 جنيه في جيبه، هو مش تاجر ولا حاجة، ويعتبر كده رزق حلال، هو رزق حلال ما يجراش حاجة، لكنه مش فتوة، مش فتوة، مش حلاوة. الحلاوة ألا تربح على صديقك، دي الحلاوة بقى، ألا تربح على صديقك. وقيل خرج إنسان يدعي الفتوة من نيسابور إلى نسا، فاستضافه رجل ومعه جماعة من الفتيان، فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الماء على أيديهم، يعني خادمة، كان زمان في البيوت يبقى عندهم إيه إماء كده، إماء تخدم البيت يعني، أما فانقبض النيسابوري من عن غسل اليد، ما رضاش يغسل إيده، لما قال ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماء على أيدي الرجال. النسوان دي كلمة فصيحة بس بقت عند المصريين كلمة قبيحة، ما اعرفش ليه، مع انها كلمة حلوة، النسوان تلاقيها موجودة في اشعار العرب، كلمة فصيحة يعني فاش اي عيب ولا شتيمة خالص، لكن قول للصحفيات كده النسوان يا يفضحوك تاني يوم في الجرايد، يقول لك الدكتور يسر بيقول النسوان في الدرس، وتبقى فضيحة بجلد، ويجيبوك في مواقف وطرائف بعد عالم الحيوان على طول، حاجة غريبة الشكل، مش عارف انا ايه الحكاية دي، فربنا ينجينا. يعني نقص في اللغة، العرف احيانا يطفي على كلمة طيبة كلمة قبيحة، واخد بالك؟ زي النسوان الوقت دي مظلومة، كلمة حلوة، لكن العرف العام المصري عندنا في مصر لما تحب تشتم واحد تقول لهم نسوان، عاملين زي النسوان، يا تبقى شتيمة، يا يبلغ فيك البوليس، ويمكن كمان يرفع الكرسي ويقرا كده اللي بيحصل، الحوادث اللي بتحصل في الانتخابات اليومين دول، يحصل فيك اللي بيحصل في الانتخابات اليومين دول. فالمهم فقال ايه لما لقى جارية بتصب عليه عشان يغسل ايده، فقال ليس من الفتوة ان تصب النسوان الماء على ايدي الرجال، لان الفتوة ان الراجل هو اللي يخدم الست مش الست اللي تخدم الراجل. شفت الجمال بقى؟ يا سلام، بس ما تقولش الكلام ده للستات بتوعنا لحسن ايه يتعبونا. فقال واحد منهم انا من سنين، ام واحد من اللاعبين التانيين قال له انا من سنين ادخل هذه الدار لم اعلم ان امرأة تصب الماء على ايدينا ام رجلا، فطلعوا الاثنين من اهل الفتوة، بس الثاني فتوته اعلى، ليه؟ لانه ما عندوش فضول نظر، مش كده برضو؟ الاثنين اهل فتوة، لكن درجات الفتوة دي درجات، الاولاني ما رضاش ست تغسل له ايده، لا انا اغسلها، ازاي انا اخلي الست تخدمني؟ فهمت؟ الثاني قال له ده انا بقالي سنين بدخل الدار دي ما اعرفش اصلا مين اللي بيصب علينا، فطلع فتوته اعلى، لانه ما بيبصش مين دي، ما عندوش فضول نظر. فهمت المعنى؟ فده حلو والتاني احلى، واحد حلو والتاني احلى، يبقى كل حلاوة في اللي احلى منه. سمعت منصور المغربي يقول اراد واحد ان يمتحن نوحا النيسابوري العيار، العيار بمعنى الفتى يعني الشجاع، يعني لان هي شجاعة في النفس انك انت تحرمها وتعطي غيرها، دي شجاعة، مش كل واحد يستطيع، مش الرسول بيقول القوي الذي يملك نفسه؟ فعلشان كده يقولوا العيار يعني الاسد، اسد على نفسه مش اسد على غيره، ونعجه ودم نفسه، لا هو اسد على نفسه، قوي على نفسه، يحكمها ويمنع شهوتها، فهمت؟ ويمنع هواها، يبقى هو ده الاسد صحيح، هو ده العيار صحيح. ان يمتحن نوحا النيسابوري العيار فباع منه جاريه في زي غلام، ان باع له، باع له بنت ولبسها ولد في زي غلام، وشرف انه غلام، قال له خد بالك ده ولد، هو عايز يمتحن ايه؟ نوح النيسابوري.
وكانت وضيئة الوجه وكانت البنت جميلة، فلما لبسها لبس غلام برضو بين انها جميلة يعني بين ان غلام يبقى غلام جميل برضو. فاشتراها نوح على انه غلام، ولبثت عنده شهورا كثيرة تخدمه. فقيل للجارية بعد عدة شهور: هل علم انك جارية؟ فقالت: لا، انه ما مسني وتوهم اني غلام، لا بصلي ولا شافني ولا حاجة، هو بخدم البيت ومش شايف حاجة، ملوش دعوة بيه. فده دليل ان هم كانوا يأخذوا انفسهم عن فضول النظر. مش قاعدة النار يبحلق. درجة احد الاولياء سكن فرار 40 سنة، وبعدين بيقولوا له: ايه اخبار الشجرة اللي في صحن دارك؟ قال لهم: هو في صحن داري شجرة؟ وقاعد في 40 سنة مش شايف جزء الشجرة. حاجة غريبة يعني. فدليل ان في نوع من الاولياء تلاقيه مأخوذ عن نفسه لربه، في نوع كده تلاقيه مأخوذ، ممكن يدخل الحتة ويخرج وما يعرفش قابل مين، ولو قابل حد ما يعرفش كان لابس ايه ولا كان شايل في ايده ايه، ما ياخدش باله يعني. الحكاية كلها بالبركة كده. وقيل ان بعض الشطار طلب منه تسليم غلام كان يخدمه الى السلطان. بعض الشطار برضو بمعنى الفتيان يعني. طلب منه تسليم غلام كان عنده خادم بيخدمه خدمة طيبة، والظاهر عامل مشكلة او حصل اشتباه في اسمه، فجم جنود السلطان خبطوا على الباب قالوا له: عايزين نقبض على الولد ده للسلطان. فأبى، قال لهم: لا، ده في حماية البيت، ازاي دولكم؟ فضربه 1000 صوت بسكورة، زعوه علقة عشان بيكسر اوامر السلطان. فلم يسلم يعني ما ردهمش. فلم يسلم، مش كده برضو عندك ايه؟ فلم يسلم الغلام. عندك الغلام؟ لا يسلم بس كده خلاص. يا اما فلم يسلم، تعب يعني من الايه، من الايه يعني، هي يعني يحتمل فلم يسلم يعني من الضرب او من الاذى، او فلم يسلم يعني فلم يعطيهم ويستسلم ويعطيهم الغلام، تحتمل كده وتحتمل. فاتفق انه احتلم تلك الليلة. فلما نام الرجل ده في الليلة دي احتلم، الظاهر كانت ليلة شديدة البرودة وكان بردا شديدا. فلما اصبح اغتسل بالماء البارد، فقيل له: خطرت بروحك؟ فقال: استحييت من الله تعالى ان اصبر على ضرب 1000 صوت لاجل مخلوق، ولا اصبر على مقاساة برد الاغتسال لاجل الله. وقيل: قدم جماعة من الفتيان لزيارة واحد يدعي الفتوة، فقال الرجال: قدم جماعة من الفتيان يعني جماعة من اهل الايثار راحوا يزوروا واحد برضو بيدعي ان هو من اهل الايثار اهل الفتوة. فقال الرجل: يا غلام، للخادم بيناديله، قدم السفرة. السفرة لا تقال الا على ايه، على المفرش اللي يتحط على الارض ويبقى عليه طعام، اللي تسمى مائدة بقى، مش كده؟ وسميت سفرة لانها تسفر عما فيها يعني يبقى فيها حاجات تسفر عنها يعني تبينها تظهرها. فلم يقدم، الراجل ينادي والضيوف عنده: يا غلام قدم السفرة، والواد يتأخر حاجة تكسر يجد يعني. هو متفقين مع بعض يعني، يكون بينهم سيم يعني، قدم السفرة يعني دمايطة مثلا. مع ان الدمايطة طيبين، بس المصريين مطلعين عليهم اشاعة يقول له: تشرب الشاي ولا بطنك بتوجعك، مش عارف ايه، المصريين مطلعين عليهم كلام تاني، لكن هي اشاعات، هم ناس طيبين. لا ناس طيبين، انا اتعاملت معاهم الحقيقه لقيتهم ناس طيبين وشعب جد، تلاقيهم كلهم صناعيه وكلهم، والله انا رحت دمياط ما لقيت شحات، والله فعلا كلهم مشغولين، ده بيشيل وده بيشتغل وده في ورشه وده بتاع، كله مشغول، انبسطت بيهم قوي يعني الحقيقه يعني. يا ريت كل الناس تتعلم الحكايه دي ويبطلوا الشحات. المهم، فكل شويه يقول له: يا غلام قدم السفره، والولد ما يجيش. الله بقى، والراجل ده بقى امال بيقول فتى ايه بقى؟ فتى ايه ده بقى اللي هو متفق مع غلامه كل شويه قدم السفره وما يجيش؟ حاجه تكسر. فقال له الرجل ذلك ثانيا وثالثا، فنظر بعضهم الى بعض مستعجبين يعني، وقالوا: ليس من الفتوة ان يستخدم الرجل من يتعصى عليه في تقديم السفرة كلها. لو انت فتى تجيب واد يتعصى عليك كده في اكرام الضيوف، تبقى مش فتوة دي، مش كده برضو؟ فقال الرجل:
لما أبطأت بالسفرة؟ فقال الغلام: كان عليها نمل، فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل، ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل من السفرة، فلبسته حتى دب النمل لحد ما كلوا وشربوا ومشيوا. فقالوا له: دققت يا غلام، مثلك من يخدم الفتيان. يعني ادى فرصة للنمل يأكل وينبسط ويمشي. راح شوية وبعدين فين لما شال ده، لما النمل خلص مع آخر نملة، راح شايل السفرة وقدمها، قال له: مش من الفتوة أنا جابها لهم بنمل، وفي نفس الوقت مش من الفتوة أن أنا هش النمل وهو بياكل. مش كده برضو؟ وقيل إن رجلا نام بالمدينة من الحاج، يعني كان رجل من الحجاج نام في المدينة، فتوهم أن هميانه سرق. الهميان اللي هو الكيس اللي بيشيل فيه الدنانير بتاعته والدرهم، اللي هو زي المحفظة دلوقتي. فخرج فرأى جعفرا الصادق، فلقى سيدنا جعفر الصادق ماشي ما يعرفوش، فتعلق به وقال له: أنت أخذت همياني؟ أنت اللي سرقت يعني الفلوس بتاعتي؟ فقال له: ماذا كان فيه؟ فقال: 1000 دينار. فأدخله داره ووزن له 1000 دينار. فرجع الرجل إلى منزله ودخل بيتي فرأى هميانه في بيته، وقد كان توهم أنه سرق. فخرج إلى جعفر معتذرا ورد عليه الدنانير، فأبى أن يقبلها، مرضاش يقبل، وقال: شيء أخرجته من يدي لا أسترده. فقال الرجل: من هذا؟ فقيل: جعفر الصادق. سيدنا جعفر دي قال البيت بقى، قال البيت، علماء قال البيت ده ليهم شغلانة كبيرة. مش ايه قال له انت سرقت، يقول له قليل الادب انا حرامي وده وش حرامي يا مجرم، هاتوا البوليس تعالى هنا اضربوه اعملوه، لو عمل كده ده عمدة المدينة. ده سيدنا جعفر الصادق في عصره كان يعني اهل المدينة كلها خدم عنده من محبتهم اياه، مش بالقهر، بالمحبة. فشوف الراجل قال له: انت يعني انت سرقتني؟ قال له: ايه اللي ضاع منك بس؟ قال له: 1000 دينار. قال له: تعالى معايا نجرش حاجة، وراح اداله ال1000 دينار ببساطة كده بسهولة، اتعلم من الفتيان. وقيل سأل شقيق البلخي جعفر بن محمد عن الفتوة، سيدنا جعفر برضه جاء شقيق البلخي في الحب، فقابله في المدينة، فقاعدين بيتحاوروا بقى بيتكلموا مع بعض، فبيقول له: ايه بتقول ايه في الفتوة؟ فقال: ماذا تقول انت؟ سيدنا شقيق بيسأل سيدنا جعفر، يقول له: بتقول ايه في الفتوة؟ قال له: بتقول انت ايه الاول عنها؟ فقال شقيق: ان اعطينا شكرنا وان منعنا صبرنا، ان اعطينا شكرنا وان منعنا صبرنا. فقال جعفر: الكلاب عندنا بالمدينة كذلك تفعل. ما هو الكلب كده لما تعطيه ياكل ويهز ديله ويفرح وينبسط ويهوهو لك هوهوتين وينبسط ويمشي، ويمكن يحبك كمان ويقعد جنب دارك، مش كده برضه؟ وان منعته يصبر ويسيبك وما يهوهوش عليك. قال له: الكلاب عندنا بتعمل كده، يبقى ايه الميزه يعني؟ فقال شقيق: يا ابن بنت رسول الله، ما الفتوه عندكم؟ فقال: ان اعطينا اثرنا وان منعنا شكرنا. ادي الجمال. سمعت اصل اللي يمنعك لما تطلب من انسان يمنعك تشكره، ليه؟ لانه لا منه عليه، يعني عافاك من ان يكون ممتنا عليك، فكونوا عافاك من ان يمن عليك دي نعمة، مش كده برضو؟ مش احسن ما يقول لك لحم اكتفك من خيري؟ ايه رأيك؟ يديك ويقول لك لحم اكتفك من خيري، ولا ما يدكش وما يقولكش كده؟ يبقى اما يمنعك يبقى تشكره ولا ما تشكروش؟ تشكره، جزاك الله خير، صح ولا لا؟ سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الجريري يقول: دعانا الشيخ أبو العباس بن مسروق ليلة إلى بيت، فاستقبلنا صديق لنا، فقلنا له: ارجع معنا فنحن في ضيافة الشيخ. فقال: إنه لم يدعني. يعني سيدنا الشيخ أبو العباس بن مسروق الشيخ دعا الجريري، سيدنا الجريري دعا إلى طعام يعني، فجالهم صديق وهم رايحين الطعام، فقالوا له: ما تيجي معانا؟ قال: بس هو ما دعانيش، هو دعاكم انتوا، هو ما دعانيش. فقلنا له: ارجع معنا فنحن في ضيافة الشيخ. فقال: انه لم يدعني. فقلنا: نحن نستثني كما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه، بس في حديث عن سيدنا رسول الله ان جاءه احد الانصار قال له: اعددت لك طعاما يا رسول الله، في السر كده. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ايه
بص له كده واشار الى عائشه وقال له يعني اجيبها معايا اجيبها معايا. قام الراجل سكت. الظاهر ما كانش عنده مكان يمكن يستقبل النساء فيه مثلا ولا حاجه. فراح الراجل قاعد ساكت شويه وبعدين راح ايه بعد شويه قام للرسول الله تاني قال له يا رسول الله عندي طعام اعددته لك. وجلس. قام الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى عائشه قال له يعني مش حاجه الا ما اخدها معايا. فقام الراجل في الاخر قال له خلاص تعالى يا رسول الله. فخد. فهنا الرسول استثنى لعائشه فبيقول له خلاص هنستثني لك كما استثنى رسول الله لعائشه ما تقلقش. يعني لك اسوه في رسول الله يعني علشان ايه ما يزعلش يعني. فرددناه يعني خدوه معاهم يعني. فلما بلغ باب الشيخ اخبرناه بما قال. لما وصلوا للشيخ قالوا له يا فلان احنا ايه جينا وفلان جه معانا بس هو كانش عايز يجي عشان ما دعيتوش. فقال جعلت موضعي من قلبك ان تجيء الى منزلي من غير دعوه علي كذا وكذا ان مشيت الى الموضع الذي تقعد فيه منه الا على خدي والح علي. قال له بقى انت متصور ان انا هزعل لو جت لي بيتي بلا دعوه؟ بقى انت متصور دي؟ ده انت كده يعني اذتني اذى. ده انا افرح بمجيئك ولو بلا دعوه في اي وقت. طب والله ما انت داخل الا على خدي. وراح حط خده على الارض وراحوا شايلين الراجل حاطط رجله على ايه؟ على خده من غير ما يقع عليه يعني. وهو يمسح خده كده على الارض لحد ما وصلوه داخل البيت. علشان يعني ايه؟ يبين له ان هو ما فيش اي اذى اصلا. ازاي تتصور ان انا اتاذى؟ جعلت موضعي من قلبك ان تجيء الى منزلي من غير دعوه علي كذا وكذا. مش قال علي الطلاق بالثلاثه؟ ها؟ لا ما قالش كده. يعني اقسم بالله يعني. إن مشيت إلى الموضع الذي تقعد فيه منه إلا على خدي وألح عليه. ووضع خده على الأرض وحمل الرجل فوضع قدمه على خدي من غير أن يوجعه وسحب الشيخ وجهه على الأرض إلى أن بلغ موضع جلوسه. دي برضو علامات. كل دي قصص بيبين لك كيف كانت الفتوة في العصر الأول من الناس الصالحين الذين فهموا سنة النبي في السلوك وليس سنة النبي في المظهر فقط. واعلم ان من الفتوة الستر على عيوب الاصدقاء لا سيما اذا كان لهم فيه شماتة الاعداء. برضو من الفتوة انك انت تستر المسلم مش تفضحه. مش كده برضو تستره. ده المشكلة الوقت ان المسلمين مش بيستروا لا ده بيتجسس عليه كمان عشان يفضحه. يعني بيحاول كمان يعني يتشوف وده حرام. رب يقول ولا تجسسه. ولا وان بعض الظن اسم. يعني لا تظن في سوء فيجعلك تتجسس له حتى تستوثق من الظن السوء. ما هو ربك بيقول كده ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. الظن يجعلك تتجسس. ما هو يقول لك فلان ده بيقول كذا كذا عليه تقوم تبتدي انت تظن فيه سوء تقوم تعمل ايه تتصنت عليه عشان تتثبت. فربك بيقول لك لا تظن سوء ولا تتثبت من الظن السوء. شوف الاخلاق الحلوه. لا تظن السوء ولا تحاول ان تتثبت بالظن السوء. لا تحسن ظنك بالناس كده. ادي علاقه النهي مع بعض. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. طب وايه علاقه ده تجسسوا بالظن؟ لان الظن يدفعك الى ايه؟ الى التثبت. والتثبت يؤدي الى التجسس. والتجسس يؤدي الى التحسس. مش كده برضو؟ الظن اكذب الحديث يعني اكثر الاشياء كذبا لانها لا دليل عليها ولا قرينه ده مجرد حديث نفس. الظن اكذب الحديث يعني اكثر حديث اكذب حديث في النفس. يعني لما نفسك تحب تكذب عليك وتكذب عليك كتير قوي بس اكذب كذبها عند الظن السيء. تبقى واضحه قوي يعني. فتقول لها ايه اخرسي يا نفسي يا كذاب. تحسن الظن بالناس. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول للنصر بذي ان عليا القوال يشرب بالليل ويحضر مجلسك بالنهار. سيدنا النصر بذي كان ليه مجلس كده يؤدب فيه الناس. فقالوا له ده في واحد علي القوال ده اللي هو المغني يعني المنشد بيحضر المجلس بتاعك ويقعد ينشد ويعمل وبعدين بعد كده يروح ويقعد يسكر. بيقولوا له كده يعني. وكان لا يسمع فيه ما يقال ما يرضاش يسمع الكلام اللي بيتقال فيه.
ومهما يقولوا له هو يدعو برضه عنده في بيته. فاتفق انه كان يمشي يوما ومعه واحد ممن يذكر عليا بذلك عنده، فوجد عليا مطروحا بموضع في الارض يعني، وقد ظهر عليه اثر السكر، وصار بحيث يغسل فمه، يعني بيتآية وبيغسل فمه في حته خرابه كده، وهم ماشيين شافوه. قام الراجل اللي بيقول الايه لسيدنا النصر بازي كل شويه على علي، قال له شوف مش قلت لك اهو اهو، قال بقول لك بقالي شهور وانت مش عايز تصدق، اهو سكران اهو بيتآية اهو فينا اهو وقاعد بيغسل فمه كويس، يعني ايه يعني قبض عليه. فقال الرجل في نفسي، ده قال الكلام ده ايه في نفسه، ما قالوش كده بالبق زي ما قلته لك، الى كم نقول فيه للشيخ ولا يسمع، هذا علي على الوصف الذي نقول. ده بيقول في نفسه كويس، يعني قال لبركة يا جامع، ده احنا بنقول للشيخ بقالنا شهور وهو قدامه هيشوفه بنفسه، عشان ما يقولش اننا بايه بنتقول عليه بعض الاقاويل او بندعي ما ليس فيه. فنظر اليه النصرابادي وقال للعذول، العذول اللي هو الايه الراجل اللي ايه بيقومه عليه، احمله على رقبتك وانقله الى منزله، فلم يجد بدا من طاعته فيه. يبقى الفتوه بتاعت سيدنا النصرابادي انه لم يسمع ما قيل على علي القوال اولا، ولم يظن فيه سوء، ولما اتضح ان فيه ما يقال عنه ستره، فلم يرد ان يراه غيره. يبقى فتوه لها وجهين مش كده برضو، اولا ما ظنش في السوء بالرغم ان الاخبار جات له، ولما استوثق برؤيته بعينه اراد ان يستره في بيته فلا يراه غير فلا يفضحه. يبقى دي معنى الفتوه، فهمت بقى المعنى؟ يبقى اذا جاءك خبر سيء عن مسلم مطلوب منك انك انت لا تظن فيه سوء، فاستوثقت دون تجسس مطلوب ان تستره. افهم الكلام. وسمعته يقول، سمعت ابا علي الفارسي يقول، سمعته مرتعش يقول، دخلنا مع ابي حفص على مريض نعوده ونحن جماعة، فقال للمريض اتحب ان تبرأ؟ فقال نعم. فقال لاصحابي تحملوا عنه، فقام العليل وخرج معنا، واصبحنا كلنا اصحاب فراش معاد. في بعض الاولياء دعوتهم مستجابة، كثير منهم يعني في الحال، وكل الاولياء دعوته مستجابة لكن في المآل، تاخد بالك من الحتة دي، لكن بعض الاولياء دعوتهم مستجابة في الحال، فدول لا يريدوا ان يرفعوا قدر الله عن مرض عباده، لان يروا ان المرض فيه فضل من الله على عبده، مش ربنا بيقول ايه مرضت فلم تعدني اما لو عدته لوجدتني عنده، يبقى ربنا عنده العطف، عند المريض بالعطف، عند المريض بالشفقة، عند المريض بالرحمة، عند المريض بالود وقبول الدعاء، عند المريض برفع الدرجات، مش كده برضو؟ يبقى المرض رحمة. لكن هم لما شافوا المريض متوعك تعبان قوي فصعب عليه، ولم يريدوا رفع قدر الله مطلقا، فقام قالوا ايه يا رب اللي فيه يجي فينا احنا وعافيه هو، ان كان ولا بد يا رب هتمرض حد فمرضنا احنا مكانه، مش كده برضو؟ حتى الام ساعات تقول كده لابنها، يا رب يا ابني اللي فيك يبقى فيا، مش كده برضو؟ الام ساعات تقول كده لابنها من باب الفتوة، لان الام مع ابنها عندها فتوة كبيرة، وكذلك الاب مع ابنه، لكن الفتوة الحقيقية ان تكون كده مع سائر الناس، مش مع ابنك بس ولا بنتك بس، لا مع سائر الناس. فلما قالوا كده ودعوا ربك سبحانه وتعالى استجاب لهم في الحال، فبرئ في الحال، وهم روحوا مرضى كلهم، مرض توزع عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا، أن يفقهنا، وأن يحققنا بحقائق أهل القرب، ويسلب بنا مسالك أهل الجزم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إحنا تأخرنا على الحجة الشيخة أم عبد الرحمن، وإحنا المفروض نسيب لها المكان الساعة 10، وهي من كرمها سيدانا تلت ساعة. فمعلش بقى. نكمل الأسئلة وإحنا ماشيين. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على
أسعدي مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل على محمد.